14 شهرا بدون راتب، والحال كما هو لا حل جذري لمعاناتهم ولا أمل في الوصول لترتيب يضمن حق موظفي شركة النقل البري، إحدى شركات القطاع المختلط، الذين تظاهروا أمام مبنى وزارة النقل مطالبين المعنيين بوضع الحلول العاجلة لمشكلة أكثر من 250 موظفا. رحنا إلى النزاهة، رحنا محكمة العمل ومجلس الأعلى القضاء الأعلى وشكونا، بس لحد الآن ماكو شيء، فقاعد يعني نمشي بشكوى تموع، شكوى تموع. وللعلم شركتنا صاحبة أملاك طائلة، تمتلك ثروة طائلة من عقارات، من شاحنات، من عجلات، وإيجارات، عندنا إيجارات، عندنا هسه مجموع سيارات تقريبا 57 سيارة، 57 شاحنة موجودة، هي مخصصة لعمل نقل البطاقة التموينية والقطاع العام، هو يشغلها ويا القطاع الخاص. تأجير الشاحنات مقابل مبلغ قدره 2 مليون دينار الحل الوحيد الذي تتمسك به الشركة العامة للنقل البري، فيما يقول السائقون أن هذا الحل بعيدا عن الواقع ولا يمكن تحقيقه، موضحين أن الشركة من الشركات الرابحة وذات الأسهم الكبيرة. إن احنا ناس مظلومة، وحق محمد لا ظل فلوس حليب، لا ظلت فلوس حفاظات، لا ظلت فلوس مصرف، والله قمنا نتدين وناكل، سياراتنا وقفوها، إذا يريد من عند 2 مليونين بالشهر، منين أجيب له؟ منين اجيب له؟ وضع تعبان، وضع البلد. تعال اجرها ب2 مليونين وراتب 14 شهر ماكو، ويقول احنا شركه اهليه، فاحنا سنوياتنا تقرا وهوياتنا وزاره النقل، نريد نعرف وزير النقل يعرف لو ما يعرف، وتعيننا على وزاره النقل، وكل واحد حجه بيت ب100 مليون، زين اروح اشتغل بسياره اهليه بدون لا حجه بيت ولا وراتب وموظف، وهاي سنويات وزاره النقل تقرا. موظفو العقود في الخطوط الجوية العراقية وعلى هامش التظاهرة خرجوا مطالبين الوزارة بتثبيتهم على الملاك بدلا من تسريحهم بعد سنوات الخدمة. ما حمل ولا نتعب اللي يحققون مطالبنا، نطالب احنا الواقفين هنا، أنا كنا اريد تثبيتنا، احنا 500 واحد مو عدد كبير، خلي يشوفونا حل. صح كنا 1700 واحد، بس العالم ملت بزعت، بطلوا اكو هواي من عندنا بطلوا. يشار لان هذه التظاهرة ليست الاولى بل تكررت دون ان تطرق اسماع المعنيين، الامر الذي يثير غضب وسخط المتظاهرين. من بغداد، أرشد الحاكم الرشيد.